شاءت الأقدار أن تعيش الحاجة بلعبيد الربح صاحبة 63 عاماً أوضاعاً معيشية مزرية وسط المياه القذرة المحاطة بصفائح الزنك هنا ببلدية بن مهدي في ولاية الطارف. زايدة في 51 نسكن لهنا 40 سنة ودايرة ملف عنده 24 سنة في العقارية، والسيد هذا راهو دروك يخرج فيا من قطعة الأرض وراهو يهدد فيا باللوسية، وراني رحت لشاب دايرة راهو قال ما عنده واحد ما عنده عليها ملكية. 40 سنة من المعاناة مدة جعلت الحاج الربح تطلق نداء استغاثة للسلطات المعنية. ما كان حتى واحد مسؤول جاني، وراني في الخمس سنين ونعيش كما هك في الماء والفيضانات والخميج والرقارة حالها اليوم اللاورة فايض علي برشان الماء. شباب المنطقة كان لهم رأي خاص عن هذه الحالة. ملي خلقت أنا وأنا مسكينة شفاها من دار الدار مسكينة المرأة دي راهي جي جارتنا وكشغل ماما شوفوا كش ما ديروها حل البركة. مطالب عديدة طرحها سكان المنطقة على المسؤولين المحليين تضامنا منهم مع جارتهم المنكوبة. لو معنا المرأة دي مسكينة راي في حالة في حالة في حالة يتبات من دار لدار، الناس اللي تحط الميدة وتوكل هي مسكينة هذا كسكروت تروح عند العباد ما تحبش توكل، عزة النفس عندها. شوفوا أخوي هذه دار ناس تعيش فيها، ها ما تفرش على مرة ما ترقدش ما تاكلش ما تحطش الميدة، ما كانش مسؤول يهضر عليها. تستمر الربح في العيش مع هذه المعاناة، وكلها أمل في أن يجد أصحاب الحل والعقد بالولاية حلا لوضعيتها في أقرب الآجال.